مشاهدينا الكرام، مساء الخير. عملية أسمتها إسرائيل تحت الحزام واخترقت فيها نظام الاتصالات لحزب الله على كل مساحاته الجغرافية من لبنان إلى العمق السوري. الجرحى بالألاف والشهداء 9 والمستشفيات بحر دماء والمأساة أكبر من أن يتم استيعابها في يوم واحد. والكلام السياسي الذي صدر عن المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل يقول إن على العدو أن يتوقع من لبنان كل شيء بعد الجرائم التي ارتكبها بحق اللبنانيين ولاحقين على الرد. في هذه الليلة حلقة خاصة من وهلأ شو حول الحدث الذي حدث اليوم في لبنان، حول تداعياته واقعه وظروفه. أبدأ مباشرة هذه الحلقة بمداخلة للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط. أستاذ وليد جنبلاط، مساء الخير. مساء الخير. طبعا الذي حدث اليوم، حضرتك كنت من أول الزعماء أو من القلائل الذين يحذرون منذ سنة وحتى اليوم من الحرب التي هي موجودة ومن تداعياتها ومن أخطارها على لبنان ومن خطر العدو الإسرائيلي على لبنان. هل يمكن اعتبار الذي حدث اليوم أكبر خرق أمني يحدث منذ سنة حتى اليوم؟ إنه خرق كبير، والخسائر فادحة، لكن هل هذا يعني بأن نظريات التحييد والاستقلال ويعني الخروج من الصراع العربي الإسرائيلي تفيد؟ إنها صراع طويل جدا مع العدو الإسرائيلي. علينا أن نستوعب الضربة، وعلى الحزب أن يدرس وسائل يستنتج من تلك الضربة ويدرس وسائل الرد بتروي، والحرب مفتوحة. يعني يقول الحاج حسين خليل أنه على العدو أن يتوقع من لبنان كل شيء بعد الجرائم التي ارتكبها. يعني هنا كل شيء شو هنا يعني؟ هذا رأيه. إننا نقول الحرب مفتوحة، الحرب مفتوحة، وفي الحرب جولة وراء جولة، هدنة، حرب، إلى آخره. لكن علينا أن نستكين، أو بالأحرى أن نتراجع بالرغم من فداحة الضربة. الملاحظ أنه في الفترة الزمنية أو بالتوقيت الذي موجود فيه هوكستين في تل أبيب، وبظل الحديث عن تصعيد وتهديدات إسرائيلية كبيرة، يتم ما حدث اليوم. هل هو بداية لمرحلة جديدة؟ يعني هل نتوقع في الفترة المقبلة تفلت لقواعد الاشتباك أو ما كان يعرف بقواعد الاشتباك؟ هل نحن أمام خطر أكبر يأتينا في المستقبل القريب؟ وكأن هوكشتين يعني محاور محايد. في النهاية هوكشتين جزء من السياسة الأمريكية الإسرائيلية، يطل علينا أحيانا، ونحن نحاول أن نستفيد منه للترسيم الحدود، لكن هوكشتين جزء من السياسة المنحازة، مش منحازة، السياسة الإسرائيلية الأمريكية التي تبتدئ في غزة ثم الضفة وفي جنوب لبنان، في انحيازه وفي تأييده للسياسة الإسرائيلية الأمريكية. طيب، إذا كان الوسيط منحازا والأمريكيين يؤيدون إسرائيل، وهناك زمن الانتخابات في أمريكا، إذا نحن علينا أن نعول على المقاومة وعلى الرد وعلى توازن الرعب، أم على ماذا نعول نحن؟ ليس هناك فرق أيضا. يعني نعود إلى الانتخابات الأمريكية، لن يكون هناك فرق بين هذا وذاك في الانتخابات الأمريكية. العدوان مستمر على غزة، على الضفة يبتدئ، على جنوب لبنان يبدو اليوم إن الوتيرة الإسرائيلية متصاعدة، أو بالأحرى متصاعدة عفوا، يبدو أن هناك حلقة جديدة. إذن يجب أن نكون على استعداد.
هوكشتين أو غير هوكشتين تفاصيل. نكون على استعداد من النواحي، يعني حضرتك شددت اليوم على أهمية التضامن الوطني في مواجهة ما يتعرض له لبنان. نعم. إذا بدك تنظر إلى ما يسمى بالتضامن الوطني، هل موجود فعلا هذا التضامن؟ ليس موجود، ليس موجود، لكن لا بأس. مررت في الماضي في الثمانينيات عندما حوصرت بيروت وكانت بيروت محاصرة ولم دخل الجيش الإسرائيلي، ولكنها لم تسقط لأن المقاومة كانت موجودة. المقاومة الوطنية وجدت وردعت وضربت المحتل الإسرائيلي. طيب، أتمنى الوجود، وجود التضامن. إذا لم يكن موجود يستطيعون أن يصرحوا كما يشاءون، أهلا وسهلا، لا مشكلة لدي. فقط أقولها لجمهور المقاومة ولأهل المقاومة وللمؤيدين المقاومة، لا تبالوا بأصواتهم مهما علت، مهما علت لن نهزم. على كل يعني بإطار أنه لن نهزم، يعني يبدو أنه الحرب تتخذ أشكال أخرى أكثر مما هي حرب ميدانية. يعني هناك حرب تكنولوجية، هناك حرب سيبرانية، هناك حرب استخباراتية لنقل. طيب، هل تتوقع أن تكون طويلة المدى؟ وأنت كنت من الأوائل الذين قالوا أنها طويلة، يعني طويلة المدى لأيمتى؟ حرب تكنولوجية، حرب إلى آخره، الحرب طويلة، لأن ليس هناك رحمة بيننا وبين، أو ليس هناك حل بيننا وبين العدو. أن نكون أو لا نكون، حرب طويلة جدا جدا. لذلك أدعو إلى الذين غدا يعني في إعلامهم، في سياساتهم، في تصاريحهم، إلى آخره إلى آخره، سيقولون بالتحييد أو إلى آخره، أعلم الأسطوانة حفظوا عن غيب. طيب، دعكم من هذا، الحرب طويلة ستبقى. أتمنى عليكم فقط شيئا من الاحترام، شيئا من الخجل أمام شهداء المقاومة، أمام هذه المصيبة الكبرى الوطنية. والطريق طويل. يعني اليوم الدكتور سمير جعجع بعد استقباله السفير السعودي في معراب يقول يبدي أسفه وحزنه حيال ما سببه الحادث الأمني من إصابة مئات وآلاف من الناس، وبيقول هلأ مش وقت نحكي سياسي. هل ترى إيجابية في هذا الكلام؟ ممتاز كلامه، ممتاز كلامه، ممتاز. وأتمنى عليه أن نستمر في التضامن الوطني في مواجهة إسرائيل. نعم. أستاذ وليد جنبلاط، لما بنحكي عن حرب طويلة، لما بنحكي عن حرب وجودية ومصيرية كما حضرتك تفضلت وقلت، هل لدينا القدرة على البقاء والصمود إذا كانت الحرب طويلة؟ يعني هل المقومات موجودة؟ ماذا علينا أن نفعل؟ أعود لأيام الماضي، أيام احتلال بيروت، وكان البعض منا أو البعض من اللبنانيين مهزوم نفسيا وسياسيا. ثم ابتدأت المقاومة في صيدلية بستروس في الحمرة، ثم لاحقا في الجبل، في الإقليم، في صيدا، واستمرت وتراجع العدو. اليوم يصيبنا العدو في موضوع الاختراق الأمني السيبيري. طيب، سنجد له حلا، لا مشكل، لكن المهم أن لا ننهزم، نتراجع نفسيا ونقبل بالهزيمة ولن نقبل بالهزيمة. نعم. ماذا يقول وليد جنبلاط اليوم للحكومة اللبنانية، للرئيس ميقاتي، للحكومة اللبنانية اللي تجاه العالم هي الجهة الرسمية في لبنان؟ كلا، لا تحمل الحكومة ما لا تستطيع. عندما بعض الأصحاب، عندما بعض الفرقاء داخل لبنان يعطلون عمل الحكومة، يرفضون انتخاب رئيس، يستفيدون من هذا الانقسام. كلا. يقوم الميقاتي، الرئيس الميقاتي، بما يستطيع أن يفعل، لكن عندما يعطل من الداخل
اللبناني ولا يستطيع أن يعين مديرا عاما أو غير مدير عاما، فهنا التآمر الأكبر على الحكومة. يعني بالانتظار إذا الحرب طويلة وإذا الوضع هكذا هو عليه وإذا في تعطيل وإذا في عدم قدرة على القيام بالواجبات السياسية، يعني نحن طبعا رئاسة الجمهورية بحكم الملف المطوي يعني حاليا مطوي. كلا أبدا كلا، فليتفضل الثنائي المسيحي الثنائي الطيب مسيحي يتفق بين يعني يتفق ويتصارح ثم نقوم بالتسوية. لا يستطيعون أي ثنائي أن يفرض مرشحا، التسوية هي المخرج للوصول إلى حالة انتخاب رئيس وتثبيت معادلة المواجهة والصمود في هذه الحرب الطويلة على مدى عشرات السنين أو أقود. نعم، على مدى عشرات السنين، يعني حضرتك ترى أنه لا وجود لأي محاولة لوصول إلى تسوية معينة؟ يعني هناك حديث عن تسوية إقليمية دولية، عن تسوية أمريكية إيرانية وإلى ما هنالك. من هو هذا العبقري الذي قال أن أمريكا أو إسرائيل تريد تسوية حول موضوع فلسطين؟ أوكي. وهل تظن أن أمريكا ليست ضالعة في هذا المشروع الاستعمار القديم في إبادة الشعب الفلسطيني هي وإسرائيل، والعودة إلى مش العودة وإنتاج مشروع شرق أوسط جديد حول الفوضى؟ من قال لك؟ تفضل اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ حول التحيز الأمريكي والبريطاني حول موضوع إخراج شعب فلسطين من أرضه وخلق فوضى بالمحيط. هنا تجد الجواب، هنا علينا الاستمرار في المواجهة. نعم، إذن يبدو المستقبل مظلما، وعلينا أن يكون هناك حوار داخلي وتسوية داخلية كما سميتها للوصول إلى وضع معين يمكننا البقاء فيه والصمود تجاه ما يجري. هذا ما قلته في الماضي، وهذا ما أردده، وهذا ما سأستمر به، أستمر برفعه من أجل تفعيل حكومات أو إدارة من أجل الصمود، من أجل الاستمرار لبنان. نعم نعم، هناك دعوات متكررة من الرئيس بري للحوار، هناك رفض من القوات ومن الدكتور جعجع لهذا الحوار، إذا حضرتك تحمل المسؤولية لسمير جعجع وحزب القوات بعدم الوصول إلى تسوية؟ لا أحمل مسؤولية لأحد. يعني كما ذكرت لي أنه قام بهذا التصريح في هذا المساء، ممتاز، فليتفضل الحوار، أهلا وسهلا، شو المشكلة؟ نعم، أكثر من هذه الضربة الليلة، وهذه الضربة قد كيف بدي أقول لك قد يعني تضعف إلى حد ما المقاومة، لكن لن تغير في شيء. يعني طالما أشرت إلى هذه النقطة، نعم، اليوم الأستاذ وليد جملاط ماذا يقول للسيد حسن نصر الله في هذه اللحظة؟ ضربة موجعة للجميع، مش موضوع، شوف، مش موضوع السيد حسن نصر الله وأنه ضعف السيد حسن، ضربة للمقاومة، ضربة للصمود اللبناني، ضربة للصمود العربي. طيب سنستمر، نرى الوسيلة. أذكرك يا أستاذ صليبي، وكنا أضعف بكثير في الماضي عندما اجتاحت قوات إسرائيل بيروت وخرقت بيروت وأخرجناها من المقاومة اللبنانية، لبنانية أنذاك، من صيدلية بستروس أخرجتها من بيروت. طيب الطريق طويل، الذاكرة مهمة والطريق طويل. نعم، شكرا لك أستاذ وليد جملاط، الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي والرئيس السابق لكتلة اللقاء الديمقراطي، شكرا لك على هذه الإطلالة.
طبعا مشاهدينا في هذا اللقاء الاستثنائي أو في هذه الحلقة الاستثنائية بعد الفاصل الإعلاني سأكون طبعا مع مراسلينا الذين ما زالوا موجودين في بعض المستشفيات حيث الجرحى والمصابين أو في بعض الأماكن على الأرض. أيضا سأستقبل في الاستوديو الأمين السر للحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ ظافر ناصر والكاتب السياسي حسن الدر، وأيضا سيكون لنا إطلالة للخبير في الاتصالات وفي الأمن السيبراني زكي كريم مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني. إذن مشاهدينا الكرام نحن معكم في هذه الحلقة الاستثنائية من وهلأ شو حول الحدث الأمني الكبير الذي حدث اليوم في بيروت والمناطق. أستقبل في استوديو هلأ شو الكاتب السياسي حسن الدر وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر. طبعا مساء الخير أول شيء، أهلا وسهلا فيكم أستاذ جورج. أستاذ ظافر أهلا وسهلا فيك، حضرتك كنت ضمن وفد للحزب التقدم الاشتراكي في برج البراجني حيث قدمتم التعازي باسم الحزب. أستاذ حسن الدر حضرتك كنت في المستشفى في أحد المستشفيات لأنه في أشخاص من معارفك وبعتقد من أقاربك كمان أصيبوا بإصابات. صحيح. نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى ونعزي بالشهداء الذين سقطوا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. بداية بدي أحكي عن مدلولات ما حدث. يعني ظافر ناصر سمعنا رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق الأستاذ وليد جملاط ماذا قال وماذا تحدث وطالب بالدرجة الأولى بالتضامن، يعني بدأ كل شيء، بدأ التضامن على كل شيء آخر على كل كلام آخر. اليوم يلي حدث كيف بتقروا أنتوا؟ أنتوا من الأطراف السياسية اللي كنتوا من أول نهار عندكم موقفكم فيما يخص الحرب على غزة، فيما يخص حرب الإسناد الذي قام بها حزب الله. اليوم إذا هذا التطور كيف بتنظر للتوقيت ولا مضمون ما حدث؟ يعني لا شك بأنه هذه حلقة من حلقات هالحرب المفتوحة كما يعني عبر الرئيس وليد جملاط من دقائق مع حضرتك أستاذ جورج. حرب المفتوحة الإسرائيلية على لبنان ونحن بنشوفها على كل اللبنانيين، وهذه نقطة مركزية ومهمة جدا بأنه تكون نظرة كل اللبنانيين إلى ما يجري أنه يطال الجميع، لا يطال منطقة ولا يطال فريق سياسي ولا يطال جزء من المواطنين اللبنانيين، بل يطال الدولة كدولة، يطال الشعب كشعب، بمعزل عن الاختلافات والتباينات السياسية القائمة فيما بين اللبنانيين. وهذا يعني أمر حق ويعني طبيعي. نعم. المسألة الثانية هي نوعية الضربة اللي حصلت، لا شك بأنها يعني ضربة كبيرة، نوعية على المستوى التقني من جهة ونوعية على مستوى العدد اللي طالته هذه لا على مستوى المساحة الجغرافية، يعني وصل العدد يعني آخر الأرقام عم تحكي بال4000 صارت الأرقام من دقائق، وبالتالي المساحة الجغرافية بأنه طالت على مختلف الأراضي اللبنانية، وبعض المعلومات تحدثت بأنه في عناصر في داخل الأراضي السورية أيضا طالتهم هذه العملية. طبعا مش بوارد نقعد نشرح عدوانية إسرائيل وإجرام إسرائيل، وهذا أمر يعني مفروغ منه، وكل العدوانية الإسرائيلية وكل العملية الإسرائيلية العسكرية بهالمرحلة وبالمراحل السابقة يعني تشهد على هذا الأمر. هلأ كيف يتم التعاطي مع هذه المسألة من ناحية المقاومة نفسها، هذا بعتقد يعني مسألة طبعا دقيقة ومهمة من الناحية الأمنية والعسكرية ومن الناحية التقنية والعلمية، لكن الشيء اللي نحن معنيين فيه كلبنانيين كلنا سوا واللي شدد عليه الرئيس وليد جملاط باسم الحزب الاشتراكي باسم الجبل وباسم الموحدين الدروز هي التضامن الفعلي في هذه اللحظة. رح نحكي عن ورغم إذا تسمح لي بس شير لمسألة لأنه يمكن بعده المشهد مش الكل عم بيشوفه على الأرض.
رقم بعض طبعا جزء من اللبنانيين يمكن منهم على نفس الموجة بهذا الاتجاه بموضوع التضامن أو غيره، لهم قراءتهم وموقفهم وشي مش جديد، لكن أيضا عم بتشوف أنه عملية التضامن عم تتراكم أكثر وأكثر بمناطق مختلفة بلبنان، حتى بمناطق تعتقد أنت أنه هي على خلاف ربما بالسياسة مع حزب الله ببعض المناطق. شفنا اليوم إذا يعني حملات التبرع بالدم بالطريق الجديدة مثلا بالجبل، يعني هون شفنا ببيروت بالجامعة الأمريكية وبغيرها، يعني بتشوف أنه الجزء ربما يكون الأكبر وهذا يعني واضح عم بيتضامن، أما الآخرين يعني مدعوين. ويمكن الشيء اللي ذكره الدكتور جعجع ببيانه أقله من ناحية احترام الشهادة من جهة، احترام اعتبر الأستاذ جمراط في هذا الكلام موقف إيجابي مؤشر إيجابي. أستاذ حسن الدر، لما بنحكي عن عملية بهذا الحجم، عن اختراق تقني وأمني وما بعرف شو كمان، يعني حزب الله باشر بإجراء تحقيقاته لتفكيك حيثيات هذا الاختراق وفهم الفجوات إذا بدنا نحكي التقنية أو التكنولوجية يلي أدت إلى هذا الأمر. طيب إزاء هذا الموضوع، هل يمكن اعتبار ما حدث اليوم سابقة بتاريخ القتال بين حزب الله بين المقاومة بين إسرائيل؟ هل يمكن اعتبار ما حدث اليوم خلال هذه السنة هو الحادث الأخطر؟ مساء الخير بداية، مساء الخير أستاذ ظافر ولكل المشاهدين. أنا برأيي سابقا يمكن بتاريخ الحروب، الحروب الحديثة مصر ما شفنا أنه بلحظة واحدة يصير هذا الإجراء أو هذه العملية تنفذ بهذه الطريقة. هلا خرق أمني أو مش خرق أمني أو يعني طبيعة التفجير، هلا بلش يطلع كثير أخبار، يعني كل قناة أو كل مصدر بيعطي عنده رواية مختلفة. بالآخر الحزب لديه القدرة أن يفكك هذه الذي حصل ويقدم السردية التي نثق بها، ولكن الأرجح اليوم واللي ورد بكثير من المحطات والمواقع العالمية، ولهذا خلي كمان أشار له وليد باك بالمداخلة مع حضرتك قبل شوي، أنه الأمريكا جزء من هذه الحرب. إذا كانت هذه الأدوات التي تفجرت، وحسب ما قيل برجع بقول لك بأكسيوس بعتقد أنه من المنشأ مفخخة، فخلينا نشوف أنه هذا العالم كله العالم الغربي هو يتعاون مع العدو الإسرائيلي من أجل ضرب هذه المقاومة، من أجل تحييد هذه المقاومة عن هذا المشروع الصهيوني الكبير في المنطقة. هذه الضربة لا شك أنه استثنائية، لا شك أنه خطيرة جدا، لا شك أنه قاسية جدا، لا شك أنه صعبة جدا، ومثل ما قلت قد تكون يعني ما شهدنا بكل الحروب السابقة حتى بين أي دول، مش بس بين المقاومة في لبنان والعدو الإسرائيلي، ولا بس خلال هذا العام، أنه حتما هي الأكثر إذا بدك دموية هذه الضربة. ولكن كمان لنضعها في إطارها، هذه جريمة حرب بحق مدنيين لبنانيين بالآخر. يعني هذه الأدوات انفجرت مثل ما كنا عم نشوف بالأسواق بالبيوت بمحلات خضرة بسوبر ماركت في طفلة استشهدت. فإذا هي جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل بحق اللبنانيين، كل اللبنانيين، وهذا اللي تفضل فيه كمان أستاذ ظافر قبل شوي، اللي عم نشوفه بمستشفى المقاصد وبأكثر من منطقة في لبنان، حتى على السوشيال ميديا أيضا التفاعل ما عم نشوف فيه تضامن حقيقي وفعلي، وهذا بيأكد أنه اللبناني عند الحزة مثل ما بيقولوا بيرجع للبنانيته، وهذا العدو عم بيعطي إشارة لكل اللبنانيين. هو مثل ما كمان دائما لا يحتاج العدو الإسرائيلي إلى إثبات إجرامه، الرئيس بيري دائما بيقول من كانت إسرائيل عدوه فهو عدو كافي، هو عدو كافي بالإجرام، هو عدو كافي أيضا بما يمتلك من إمكانات ومن دعم غربي وخارجي. نعم نحن بأمس الحاجة اليوم لصوت وطني، لأصوات وطنية جامعة. وأيضا نستذكر قول الإمام القائد السيد موسى صدر الذي كان دائما يقول أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل هو الوحدة الوطنية، الوحدة الداخلية. هذا العدو رسالة دائمة لكل اللبنانيين، لن يميز
لا بين طائفة وطائفة ولا بين حزب وحزب ولا بين منطقة ومنطقة. نعم. بالنسبة للمقاومة ورد المقاومة وتعاطي المقاومة مع هذه المسألة. خليني أحكي بالنسبة للرد وهيدي شو تداعياتها رح تكون بمحور آخر. بس مسألة صغيرة كمان لأنه يعني أنا كنت بالجنوب وكنت عم بشوف و... صح مثل ما قلنا ما في شك أنه ضربة قاسية جدا ولكن معنويات الناس عالية جدا. بالآخر هذه هذا الجمهور لخبر هذه المقاومة على مدى أكثر صاروا 50 عاما مش 40 عاما. وإجرام هذا العدو كلما زاد في الإجرام كلما زادت الناس تمسكا بالمقاومة وثقة بهذه المقاومة. وهذه الناس هؤلاء الذين كانوا يضمدون جراح أبنائهم هم يعلمون بأنه هذه الحرب هذه سلسلة أو حلقة في سلسلة طويلة مع هذا العدو. وبالتالي كمان رسالة لهؤلاء لكل اللبنانيين المقاومة قوية وقادرة ولديها القدرة والإمكانية ولديها العقل والحكمة لإدارة هذه المعركة بكل الوسائل الممكنة. نعم. والتي توصل إلى النتيجة. رح نحكي عن الاحتمالات والتداعيات وماذا يمكن أن يكون ولكن في عندي جولة على مراسلينا ومندوبينا. بدي أبدأ مع الزميل ريف عقيل مباشرة من برج البراجنة. مساء الخير ريف، تفضل أنت معنا مباشرة على الهواء. نعم الحزين الذي لف كل الأراضي اللبنانية بفعل هذا الاعتداء الإسرائيلي الأكبر والغاشم على كل الأراضي اللبنانية. هنا في أراضي الغربية منطقة برج البراجنة نتابع بالصورة استمرار تقبل التعازي باستشهاد النجم النائب علي عمار الشاب مهدي عمار الذي كان أيضا من بين الشهداء الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي شمل العدو الإسرائيلي في ساعات ما بعد الظهر على مختلف الأراضي اللبنانية. الواضح جورج حتى هذه اللحظة بأن لبنان ومعه المقاومة الإسلامية وحزب الله سيحتاجون إلى الكثير من الوقت لاستيعاب واحتواء ما حصل في ساعات ما بعد الظهر من هذا النهار الطويل، ولكن ما يمكن استيعابه بشكل واضح جدا هذه الضربة كانت كبيرة جدا وكانت قاسية على كل الأراضي اللبنانية. وبنتيجتها فإن حتى هذه اللحظة الرابعة أعداد الجرحى نتيجة هذا الاعتداء إلى ما يقارب 3000 جريح و10 شهداء حتى هذه اللحظة. سأتوقف عن استقبال هذه الرسالة لنستمع إلى كلمة رئيس حزب الديمقراطية والذي حضر أيضا إلى هذه المنطقة إلى منطقة الشرق. أولا بيعجز اللسان عن وصف البربرية والوحشية والعنصرية الإسرائيلية بهذا الحجم من الإجرام الذي تعدى كل شيء. طبعا ما حصل ما بيستغربوا من غطرسة العدو الإسرائيلي وأساليبه البربرية والوحشية والهمجية اللي تعودنا عليها من 70 سنة. إنما ما حصل ويحصل كل يوم من الجنوب وإلى الجنوب بزيدنا إصرار وتمسك بهويتنا وبثقافتنا وبعزتنا وبكرامتنا وبشرفنا، وبتأمل إنه يضل في هذا النوع من التمسك عند ما تبقى من هذه الأمة اللي استغنت بكثير من الأمور عن هويتها وعن اضطرابها وعن قدسية مقدساتها. نحن بالنهاية بحالة دفاع عن شعبنا وأهلنا وأرضنا بأرض نحن خلقنا فيها من آلاف السنين، وهذا أقل واجب علينا. الله يرحم كل شهيد سقط اليوم وسقط منذ بداية المقاومة في وجه الاعتداءات الإسرائيلية والغطرسة الإسرائيلية على لبنان والأمة. نحن بكل محطة نستذكر كل شهيد وكل أم وكل أب ضحى بدمه وأغلى ما يملك من أجل كرامة هذا الوطن وهذه الأمة.
إذن استمعنا إلى كلمة رئيس حزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان الذي حضر لتقديم واجب العزاء للنائب علي عمار، كما أنه في هذه اللحظة ولازلنا نتابع بالصورة توافد كل السياسيين والنواب والوزراء والشخصيات السياسية والدينية لتقديم واجب العزاء هنا في منطقة برج البراجني. بحسب المعلومات فأنه طوال ساعات النهار ستستكمل تقبل التعازي أو سيستكمل تقبل التعازي هنا في منطقة برج البراجني، على أن تكون مراسم التشييع عند الساعة 5 من بعد الظهر في مجمع الحوراء زينب، حيث سيشيع هناك 5 شهداء استشهدوا نتيجة هذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى جنوب لبنان وعلى البقاع وعلى عدة مناطق لبنانية. بحسب آخر المعطيات والأرقام واضح بأن هذا العدد أو عدد الجرحى تخطى 3000 جريح. هذه الإصابات جورج لم تكن إصابات سهلة، فمن كان يحمل الهاتف هناك أضرار كبيرة في الأطراف والأيدي، هناك أضرار كبيرة أيضا في العيون، هناك أضرار أيضا في الأطراف، خاصة من كان يضع هذه الآلة أو البيجر في جيبه أثناء حصول هذا الاعتداء. بطبيعة الحال تضامن لبناني كبير جدا على كل المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية، كان واضح جدا من ساعات ما بعد الظهر هنا في منطقة برج البراجني. حضر يعني كل من كان قد تحالف بالأمس مع حزب الله وكل من كان على رافق الحزب في طوال مشواره السياسي. هناك الكثير من الشخصيات السياسية التي حضرت إلى هنا لتقديم واجب العزاء والتضامن مع أهالي الضاحية الجنوبية. أيضا الكثير من الشخصيات السياسية أرسلت مندوبين عنها وأرسلت موفدين عنها أيضا لتقديم واجب العزاء، وحتى هذه اللحظة تستمر الشخصيات بالتوافد لمواساة النائب علي عمار الذي بالفعل بكثير من القوة وبكثير من الصلابة والصبر ورباطة الجأش يتقبل التعازي باستشهاد والده مهدي عمار، والذي كان من بين الشهداء 10 حتى هذه اللحظة أو 9 حتى هذه اللحظة الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي. أيضا هناك تضامن عربي بدأ وهناك تضامن أقليمي ودولي بدأ بالاتصال مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية وفي الدولة اللبنانية، تحدث تحديدا عن الجانب الإيراني والجانب العراقي والجانب الأردني الذين أبدوا كل استعداداتهم وأعطوا كامل التوجيهات لمواكبة لبنان في هذا الوضع الحساس جدا، وبإرسال طواقم طبية وفرق طوارئ إلى لبنان لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة للبنان. هذا هو المشهد جورج هنا في منطقة برج البراجنة. بطبيعة الحال يعني هناك الكثير من الخصوصية وهي لحظات بالفعل حزينة وحساسة تستوجب التعامل معها بكثير من الدقة في هذه اللحظات. بطبيعة الحال بقون هنا لمواكبة كل الشخصيات التي تحضر لتقديم واجب العزاء، على أن نكون نهار الغد ببث مباشر لاستكمال هذه المراسم هنا، وطبعا مراسم التشييع في روضة الشهيدين. جورج شكرا لك يا ريف. انتقل إلى مستشفى أوتيل ديو مع الزميل ريكاردو الشدياء. ريكاردو مساء الخير، كيف يبدو الوضع في مستشفى أوتيل ديو الذي استقبل كما سائر المستشفيات أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين؟ نعم جورج، يعني هي أكبر من حالة طوارئ يعيشها القطاع الطبي في لبنان هذه الليلة، وتحديدا هنا من أمام أوتيل ديو، إلى حيث تصل سيارات الإسعاف بشكل مستمر. يعني هي من المستشفيات التي ما زالت تستقبل الجرحى بشكل مستمر نتيجة العمل العدواني الإسرائيلي الذي نفذه العدو الإسرائيلي بحق شبكة البيجر التي يستخدمها حزب الله. هذا العمل الذي أسفر عنه أكثر من 3500 جريح، والعدد الرسمي للشهداء 9 شهداء. بعدسة الزميل محمد السمرة يمكننا أن نرى التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش اللبناني من أمام مستشفى أوتيل ديو، وهو لتسهيل وصول الجرحى وأهاليهم إلى المراكز الطبية، مع العلم أن المراكز الطبية والمستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية تشهد تدابير أمنية
وعسكرية خاصة في محيطها. تجر الإشارة إلى أن الوزير أبيض كان أعلن أن التنسيق كان كبيرا جدا بين غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة العامة وبين الأجهزة الإسعافية والمستشفيات والأطباء، حيث حصل تواصل سريع بين الوزارة والشركاء منذ اللحظة الأولى للحادث، ما أتاح للوزارة توزيع المرضى على المستشفيات. وختم الأبيض طالبا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، متمنيا استقرار الأوضاع. لا أريد أن أنهي رسالتي من دون أن نذكر أن المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المناطق وخصوصا هنا في أوتيل ديو تطلب دعما بفئات الدم من مختلف الفئات، لأن جورج أريد أن أذكر هنا أن الجروح بالغة وهي تشمل الرؤوس والبطون والأرجل، وهي كما وصفها أحد الأطباء هنا بأنها جروح غير مألوفة على المستشفى، وهو ما استدعى نوع من إعلان حالة طوارئ ليكون الجسم الطبي في المستشفى وفي مختلف المراكز الطبية التي يتم التنسيق معها في حالة من الجهوزية لاستقبال المزيد من الجرحى في الساعات المقبلة. يعني نتمنى أن يصار إلى خير الأوضاع في هذه الليلة، خصوصا أن الحدث الأمني اليوم لم يكن سهلا أبدا على البلد، إن على بيروت أو البقاع أو سور أو الجنوب، وسنكون في مواكبة للوضع الصحي الطارئ في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية. جورج، وعودة إليك. شكرا لك ريكاردو. أيضا أتابع الجولة لننتقل إلى الجنوب مع الزميل محمد فرحات. محمد، بداية يعني ماذا في التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية، ويعني إزاء ما حصل ميدانيا يبدو أنه هناك يعني لا يوجد تطورات يعني على الميدان يعني على الجبهة، لأنه ما حدث كان يتخطى كل التوقعات. صحيح جورج، عمليات المقاومة ومنذ بدء هذا الخرق الأمني الإسرائيلي الكبير في مختلف المناطق اللبنانية توقفت بشكل كامل عن الجبهة الجنوبية، حيث لم تعلن المقاومة عن أي عملية منذ 3:30 وحتى هذه اللحظات. ولكن هذه الجبهة كانت شاهدة على عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إن كان في الساعة الماضية تحديدا، حيث كانت مرابط العدو التابعة أو مرابط المدفعية التابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة تطلق وابلا من القذائف المدفعية على بعض البلدات في القطاع الشرقي، لا سيما بلدة حولة وأطراف هذه البلدة لجهة مركبة، وأيضا الجزء المحرر من بلدة هونين، إضافة إلى إلقائها لعدد من القنابل المضيئة في أجواء بلدة العديسة، وكذلك تم إلقاء قذيفة فوسفورية عند أطراف بلدة الخيام وتحديدا الأطراف الجنوبية في محاولة لإشعال النيران. حتى هذه اللحظة نسمع بشكل واضح بين الحين والآخر أصوات الانفجارات المتقطعة التي تنتج عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بعض البلدات الجنوبية في القطاع الشرقي. في هذا الوقت أيضا نحن نشهد على تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في سماء هذه المنطقة. أصوات الانفجارات كما سمعنا لا تزال تسمع حتى الآن بشكل واضح وقريب تحديدا من بلدات القطاع الشرقي. أيضا الطيران المسير يحلق بشكل متواصل وعلى علو يعني يختلف بين الحين والآخر بين منخفض ومتوسط. اللافت أيضا أن صحيفة يديعوت أحرونوت كانت قد نقلت منذ بعض الوقت عن مصدر إسرائيلي قوله وهو التعليق الإسرائيلي الأول حول ما حدث في لبنان خلال هذا اليوم. قال هذا المصدر الإسرائيلي أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا إذا اختار التصعيد. وتقول الصحيفة أن النقاش في إسرائيل مؤخرا أظهر توافقا على ضرورة تحويل الثقل العسكري إلى الشمال ونحو حزب الله، وقالت أن إسرائيل تجنبت الإعلان عن مسؤوليتها عن الانفجارات في لبنان لعدم رغبتها في حرب شاملة. وكذلك ذكر هذا
المصدر بأن تصرف حزب الله هو ما سيحدد مسار التصعيد، وإسرائيل تظهر تصميما أكثر من أي وقت مضى. هذا هو التعليق الإسرائيلي الأول، وإن كان لم يصدر بشكل رسمي بل نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي معني في هذا الموضوع. وبالتالي نحن نتحدث عن ساعات من الترقب. الأكيد أن بحسب البيانين المتتاليين اللذين صدرا عن حزب الله فأن الرد سيكون حاضرا على هذا الخرق الذي حصل، خصوصا أن أعداد الجرحى الذين سقطوا تجاوز 2000 جريح، إضافة إلى الشهداء وبعض هذه الإصابات التي لا تزال حتى هذه اللحظات تخضع لعمليات جراحية في مختلف المستشفيات. هذه هي الصورة هنا في جنوب لبنان حتى هذه اللحظات. أكيد سنواصل متابعتنا لكل ما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة. جورج، شكرا لك محمد فرحات. الجولة الأخيرة مع مراسلين، مع ريبيكا سمعان مباشرة من مستشفى الجامعة الأمريكية. ريبيكا تفضلي، أنت معنا على الهواء. نعم جورج، يعني منذ بعض الوقت وصل قرابة 4 سيارات إسعاف إلى أمام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، إلا أن المستشفى لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الإصابات، يعني بحيث دخلت سيارة إسعاف واحدة إلى هنا وباقي سيارات الإسعاف طلبوا منهم التوجه إلى مستشفيات أخرى لأن هذه المستشفى لم تعد قادرة على استيعاب المصابين. بحسب المعلومات التي حصلنا عليها والتي أفادنا بها بعض المصادر من داخل المستشفى أو المصادر الأمنية، بأن هنا في هذه المستشفى قرابة 300 إصابة، وهناك قرابة 15 غرفة عمليات وهي ممتلئة، يعني لم تهدأ غرف العمليات منذ اللحظة الأولى للاستهداف الصهيوني أو الاستهداف الإسرائيلي. ويعني الغرف هلأ ممتلئة، صار لنا يعني مثل ما قلنا 15 غرفة هي ممتلئة بالمصابين. الإصابات تراوحت يعني بين إصابات طفيفة وإصابات بالغة، هناك الكثير من الإصابات يعني بالحروقات بالحروق يعني البالغة، وبالإضافة إلى بتر الأعضاء كما علمنا أنه يعني أصدرت المستشفى كانت قد أصدرت بيان منذ بعض الوقت أو منذ أكثر يعني من ساعة قالت فيه إلى أنه في 160 إصابة فيها، ولكن طبعا العدد ارتفع بطبيعة الحال لأنه كان في وصول لكثير من سيارات الإسعاف. خلينا نشوف كمان بعدسة زميلي هادي درويش بأنه باحت مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت يعج بعضه بالوافدين من أهالي المصابين ومن الطاقم الطبي والطاقم التمريضي، وكمان ببيان الجامعة الأمريكية أشار إلى أنه كما كنا قد استمعنا اليوم إلى إحدى التسجيلات الصوتية التي يعني كانت تقول بأنه الجامعة الأمريكية كان هناك أطباء طلبوا منهم يعني رمي أو عدم استخدام أجهزة البيجر التي اليوم استهدفها العدو الإسرائيلي، ولكن أوضحت الجامعة الأمريكية أن هذا الأمر غير صحيح وأنها كانت تقوم بتشغيل النظام الجديد الذي بدأ في 29 من آب، وكان نطاق هذه الترقية هو تعزيز الاتصالات الطارئة والرمزية حيث أصبحت العديد من الأجهزة والأنظمة قديمة. وخلينا نشير أيضا إلى أنه في مستشفى الجامعة الأمريكية اليوم وصل السفير الإيراني الذي كان مصابا هو أيضا، وتم طبعا مداويته ويعني مداواة إصابته ومن ثم غادر المستشفى. إلى ذلك قال سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور أنه وبتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس فتحوا كافة المستشفيات الفلسطينية وأيضا استنفروا كل الطواقم الطبية في لبنان لأجل طبعا استقبال الجرحى والمصابين وتقديم كل الدعم والمساندة لهم. وبحسب آخر بيان وصل من وزارة الصحة أنه عدد المصابين بلغ 2800 مصاب في حين بلغ عدد الشهداء 9 شهداء. طبعا الرقم ارتفع لأنه هذا الرقم كان من الساعة 7:15، وطبعا يعني مثل ما شفنا سيارات الإسعاف ومثل ما شفنا أعداد المصابين التي كانت تصل تباعا إلى مستشفى الجامعة الأمريكية بالإضافة إلى كافة المستشفيات ارتفع ب
بشكل ملحوظ. وخليني اشير ايضا الى انه مش بس اقتصر المصابين اللي هن موجودين داخل بيروت، انما هناك مصابين اتوا من صيدا ومن صور لتلقي العلاج في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. يعني حد الآن لا زال الاستنفار واضح، لا زال الطاقم الطبي يقوم بواجبه، والممرضين موجودين هنا لتقديم العناية لكل الجرحى. مثل ما ذكرنا أن الإصابات هي متنوعة، كمان خلينا نقول أنه من بين المصابين في 200 إصابة خطيرة، هيدا التي أعلنت عنه وزارة الصحة. وهناك يعني كنا قد ذكرنا أنه طبعا استشهد نجل النائب علي عمار، بالإضافة إلى أن نجل خلينا نقول نجل النواب نجل النائب وفيق أو نجل الحاج وفيق صفا، وبالإضافة إلى نجل النائب حسن فضل الله أصيبا جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي. نعم. يعني هيدا كان المشهد من هنا من أمام الجامعة الأمريكية في بيروت، ونحن طبعا مستمرون في مواكبة هذا النهار الطويل وهذا الاستهداف العدواني الذي ضرب كل لبنان وليس فقط بيروت، يعني ضرب كل المناطق اللبنانية وأدى إلى استشهاد 9 من بينهم نجل النائب علي عمار. شكرا لك يا ربكا. استاذ حسن الدور باخر حصيله، يعني كان عم بيقول وزير الصحه انه وصل عدد الجرحى والمصابين الى 4000 و9 شهداء. هلا قالوا 4011 شهيد. 11 شهيد و 4000 جريح. طيب يعني خطوره هذا الاعتداء، حجم الاصابات، حجم الاستهداف الذي حدث والاختراق الذي حدث، إلى أين يمكن أن يؤدي؟ هل هو كسر لما كان يعرف دائما بقواعد أو بخطوط حمر أو ما شابه ذلك؟ هو حتما كسر لكل القواعد العسكرية والأخلاقية والقواعد الاشتباك. ما عادش في قواعد اشتباك أصلا عمليا من اليوم الأول، أو من 29 سقطت قواعد الاشتباك، وكنا كل يوم عم نشوف مرحلة قدام مرحلة عم تتغير القواعد وفق تطورات الميدان. اليوم هذا الحاصل في قراءتين على 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 سريعا، يعني ما انه بده كثير وقت للتقييم وللقراءه لا. او لربط الامور ببعضها، ولكن هل هذا العمل الضخم والكبير والقاسي الذي نفذته اسرائيل هو تعويض عن رفض امريكا للذهاب الى بعمليه بريه كبيره في لبنان او فتح حرب شامله على لبنان، وبالتالي اسرائيل تستخدم تفوقها التقني والاستخباري بهذا المجال لتعوض للظهور بانه انجاز معين، وهو انجاز لتظهر بهذا لتظهر تفوقها بهذا الميدان، وبالتالي تراكم عمليه الردع حسب ما هم يعتقدون بانه توجيه الضربات. نعم. ضربه وراء ضربه، مثل ضربه الضاحيه واغتيال الشهيد شكر، هذه الضربه يمكن مستوى اعلى جدا بهذا المعنى، وهذا الحجم من الاصابات ايضا وعلى مساحه لبنان او على مساحه كبيره من لبنان بوقت واحد متزامن، فقد يكون هذا تعويض كما قلنا، لانه كان كلام اذا صح، لانه هوكشتاين كل ما يجي بيحكي شيء وهو هون بيصير شيء مختلف شي، يعني ولكن على صحه، على فرض انه صح قال لنتنياهو او للاسرائيليين او حذرهم من الذهاب الى حرب مفتوحه في لبنان لانه قد تؤدي الى حرب مفتوحه في المنطقه، فاستعادوا بهذا العمل او القراءه. هيدي قراءه اولى. القراءه الثانيه انه عمل من هذا النوع، استهداف بهذا الحجم، اصابات بهذه الكميه الكبيره وإصابات قاسية أيضا، يعني قد يكون مقدمة لعمل أكبر بري أو عمل عسكري محدود واسع، هذا احتمال آخر أيضا لا أحد يستطيع أن يجزم. يعني في قراءة كانت عم يتم تداولها أنه تعطيل الاتصال أو أنه خرق جهاز البيجر والعمل من هالنوع قد يكون مقدمة للقيام بعمل بري. يعني سمعنا مش بس هذا، بس هل دقيق مش مسألة الاتصال؟ يعني هل دقيق هذا الامر؟ يعني لا، انا عم بقول هذا احتمال. ما حدا بيجزم. اجهزه البيجر اذا تعطلت، اذا تم القضاء عليها، هل تسهل على العدو عمليه اجتياح بري؟ يعني هيدي مترابطه بهيدي بالاخر. يعني بسأل سؤال بركي في تقني شوي، ما بعرف اذا عندك بالاخر إجابة. بالاخر اكيد هذه وسيله من عده وسائل اتصال تواصل يستخدمها حزب الله. يعني هيدا القصد اقوله، مش الوسيله الوحيده. هل هي الوسيله الوحيده اللي بيعتمدها الحزب؟ حتما ليست الوسيله الوحيده، ولكن عدد كبير من الجرحى، بعض المقاتلين بالحزب
قد يكون الإسرائيلي، وإذا إضافة للضرب المعنوي والضرب المعنوية وهذا التراكم اللي عم يقول لك إياه، الإسرائيلي عم يحاول أن يصور أنه ما زال قادرا ومقتدرا وما زال جريئا والذهاب بعيدا بتنفيذ هجمات من هذا النوع. هل هي مقدمة لتقدم بري؟ مش ضروري يكون شامل، قد يكون على طريقة الأمريكيين بالحروب كوريدور بخاصرة ضعيفة أو هي تعويض، يعني لأنه ما في حرب مفتوحة بيستعيض بهذه الضربات النوعية بس الأمنية. هو بالتحليل أو بالقراءة السياسية شو الأرجح؟ يعني وقت اللي بيكون الأرجح أن لا نذهب إلى حرب مفتوحة، الأرجح أن لا نذهب إلى حرب مفتوحة، أن لا نذهب إلى حرب مفتوحة، لأنه ستطلق يد حزب الله ليقول كلمته، ليستخدم كل ما هو ممتنع عن استخدامه، ليذهب بعيدا في هذه الحرب، مثل ما قال السيد حسن نصر الله بإحدى الخطابات، من دون سقوف ومن دون ضوابط، وبالتالي بنروح على الحرب الكبرى التي كان يحذر منها الجميع والتي لا أحد كان يريدها، واللي قال السيد حسن نصر الله بإحدى الخطابات بشكل واضح أنه لم نصل إلى مرحلة أن نقضي على إسرائيل بالضربة القاضية، ولكن إذا دفع حزب الله دفعا إلى هذه الحرب الأمريكي يعلم، وهو الذي يعني هذا الحذر الأمريكي أنه المنطقة كلها ستكون في دائرة النار، وساعتها منقول لآلن وليد باك قبل شوي عم يحكي عن عشرات السنين أو عن سنوات طويلة بهذه الحرب المفتوحة لن تنتهي إلا بانتصار، وقالوا رئيس بري بالأسابيع الأولى أو يمكن بالأيام الأولى هذه حرب وجود لن تنتهي إلا بانتصار أحد الطرفين مهما طالت. ولكن إذا ذهبنا إلى هذه الحرب المجنونة المفتوحة ساعتها بيصير الأمد أقل، يمكن تنتهي بأشهر، يمكن تنتهي بأسابيع، يمكن تنتهي بأي طريقة، لأنه نحن ساعتها عم نروح عن على طيب بس مين بيقول إنه الإسرائيلي ما رح يدفع باتجاه الذهاب إلى هذا الخيار؟ هو يدفع من أول ولكن أكثر. يدفع أن يريد أن يدفع الأمريكي معه، الأمريكي لا يريد الاندفاع معه بهذه، وشفنا يعني سحب حاملات الطائرات يعني وكل هذا يعني هوكستين إجا اليوم حتى يلجم الإسرائيلي، هذا بالظاهر قام طلع إنه اللي صار اليوم يعني قد يكون كسر خطوط حمر وكسر قواعد وكسر بالآخر هذا عمل أمني لا يؤدي إلى حرب مفتوحة. يعني أنت بترجح النظرية الأولى أنه هذه تعويض لإظهار تفوق معين لأنه ما في غطاء أمريكي على حرب واسعة وسيتلوها عمليات أخرى مش ضروري بكرة ولكن هذا اللي قلته على هذه الطاولة منذ اغتيال الشهيد شكر. الإسرائيلي مستمر بهذه السياسة، سياسة الاغتيالات. ماذا عن الأمني أستاذ زافر؟ بس عفوا آخر جملة. الإسرائيلي يتفوق أمنيا وهو يخاف من الحرب المفتوحة عسكريا بدون دعم أمريكي. إذا ذهب إلى الحرب المفتوحة عسكريا ماذا حزب الله سيفتح كل مخازنه مثل بقوله وكل ما لديه، وهذه بتخلي الخمسين بخمسين من ينتصر بهذه الحرب، ونحن على يقين أن نحن ننتصر في هذه الحرب. أستاذ زافر ناصر، يعني حسب بعض المعطيات أو بعض المعلومات من مصادر قريبة لحزب الله بيقولوا أنه سيؤدي حتما هذا الأمر إلى رد، وهذا الرد سيكون مدروسا ومسؤولا وموجعا للعدو بعد إنهاء الحزب من عملية تفكيك الثغرات التقنية اللي أدت إلى هذا الاختراق. طيب يعني هلأ علينا أن ننتظر الرد وحجم الرد، يعني ستكون الفترة المقبلة محكومة بهذا الإيقاع، محكومة بهذا الإيقاع ومحكومة بإيقاع بصراحة الحرب المفتوحة. نحن مش شايفين أنه الحرب لازالت مضبوطة بقواعد كما كان يحكى عنها، سواء قواعد الاشتباك أو أنه نحن مضبوطة بقواعد عدم الذهاب لحرب كبيرة أو حرب واسعة. ما حدث اليوم بحد ذاته مؤشر كبير ودليل كبير على أنه نحن بقلب الحرب المفتوحة، بقلب الحرب المفتوحة. مظاهر هذه الحرب مختلفة عن مظاهر الحروب التقليدية السابقة، والدليل على ذلك ما صدر عن الأمريكي بعد العملية اليوم ببيان رسمي بأنه هذه ما حصل اليوم في لبنان أدخلنا بمرحلة جديدة. النقطة المركزية حول الموقف الأمريكي أنه الموقف الأمريكي لا يريد الذهاب إلى حرب واسعة، هذا أمر يجب التوقف عنده ووضع علامات استفهام، لأنه بظل كل هذا الموقف الأمريكي نحن عم نشوف أن الأمور تتدحرج إلى حرب مفتوحة وإلى حرب طويلة الأمد. لا بعدين بيجي جاي مبعوث الرئيس الأمريكي
صار لهم جمعة بيقولوا لنا أنه بده يجي على تل أبيب حتى يبلغ الإسرائيليين أنه ضرورة لجم التصعيد. تمام. نهار اللي بيجي بيصير في بيصير في تصعيد غير مسبوق، يعني غير مسبوق مثل ما قال أستاذ حسن بتاريخ الحروب كلها، وهل بس هلا غير مسبوق من سنة لليوم، هل ممكن يعني بحياتها ما صايرة بحروب أخرى يعني. هل ممكن أحد يقتنع إذا في قرار أمريكي حاسم بأن إسرائيل لا تذهب إلى حرب مفتوحة بهذا الشكل وبهالعدوانية، أنه الإسرائيلي ممكن يتجاوز خط أحمر أمريكي بيوضع له وهو المستند إلى أمريكا في كل الدعم اللي حاصل؟ هذا بصراحة سؤال كبير جدا. التحليلين اللي يعني تحدث عنه الأستاذ حسن، بصراحة أنا برجح الاحتمال الآخر بأنه ما حدث اليوم هو تمهيد لشيء كبير، هو تمهيد لشيء يعني الإسرائيلي واضح بأنه نتنياهو يريد للأمر أن يريد لهذه الحرب أن تستمر، يستغل فترة ما يسمى بالانتخابات الأمريكية بأنه هذه فترة قد يكون الأمريكي والله مش بلحظة إنهاء هذه الحرب أو بلحظة وصول إلى تسوية أو بلحظة القرار الحاسم، هذه فترة بالنسبة له فترة متاحة أن يفعل ما يشاء وما يريد. اثنين، ما ننسى الوضع الداخلي عنده بإسرائيل كمان لنتنياهو، وعمليات من هذا النوع المفتوحة بين الحين والآخر وبهالحجم الكبير أكيد هي عمليات تساهم داخليا بتعويمه وبتحصينه وبتقويته، وهي مسألة نقطة كمان مركزية. الأمر الأهم هو الهدف الإسرائيلي مما يجري بجنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، هناك هدف استراتيجي للإسرائيلي بأن يضمن أمن المواطن الإسرائيلي، صح ولا لا؟ هذا الهدف بالنسبة له لم يتحقق حتى الآن، في 100,000 أو أكثر من 100,000 إسرائيلي لازال مهجر نازحين داخل إسرائيل فلسطين المحتلة، وبالتالي هذا الهدف لم يتحقق، لم يحققه بعد نتنياهو الإسرائيلي. يعني حتى من كم يوم قال لهم الشيخ نعيم قاسم إذا كان الهدف من توسيع جبهة الشمال إعادة النازحين، من قال لهم إذا وسعوا رح بيصير في أعداد أكثر من النازحين إلى ما بعد لذلك النقطة المركزية اللي أشار لها الرئيس وليد جملاط اليوم واللي عم بيعيد التأكيد يعني كررها أكثر من مرة بأنه هذه الحرب طويلة، وكرر الشعار التاريخي لنا يعني كعرب بصراعنا مع إسرائيل بأنها حرب وجود وليست حرب حدود، بمعنى بأنه هذه جولة من الجولات في هذه في الحرب مع إسرائيل. مرأنا بفترات فيها هدنة صحيح، ولكن لم يتوقف هذا الصراع على الأقل على المستوى الشعبي، إذا ما بدنا نحكي على المستوى الرسمي، لأنه المستوى الرسمي العربي للأسف بمعظمه أصبح في مكان آخر على مستوى هذا الصراع. لذلك بعتقد مش محسوم أبدا بأنه ما جرى اليوم هو عملية يعني عملية تعويض عن عدم سماح الأمريكان للإسرائيليين بالقيام بعمل ترجح النظرية الثانية. الاحتمال الثاني صراحة لأنه واضح أن نتنياهو يريد دفع الأمور إلى أقصاها، واضح جدا من مسار الحرب من بدايتها حتى الآن. بعدين اليوم معظم التصريح الإسرائيلية إذا شفتها، ما بعرف إذا جالانت إذا ذاكر أنه اليوم قال أن الثقل العسكري الإسرائيلي سينتقل من غزة إلى الجبهة الشمالية، معناتها هناك أهداف واضحة يصير لهم، يعني في استعدادات سياسية وعسكرية وفي تصريحات وفي استعدادات عسكرية وفي تصريحات سياسية وإعلامية إسرائيلية من 10 أيام وأكثر وبالجيب تركز على طبعاً على موضوع الاتجاه الشمالي. في نقاش عند كثير من العسكريين حول هل إسرائيل تغامر بالدخول البري أو لا، هذا كمان يعني نقاش مشروع، لكن على مستوى الحرب كحرب وأهدافها واضح بأنه الجبهة الشمالية تتطور، وإذا عم نراقب هودي الأسبوعين بالجنوب في ضربات نوعية عم بتصير من مستوى يعني المساحة الجغرافية، الكثافة القصف اللي عم بيحصل، في تطور تطور. طيب أستاذ حسن، كنت عم تقلي من شوي أنه لا تتوقع حرب واسعة ومفتوحة لأنه من مال الإسرائيلي
غير قادر على الدخول فيها، لأنه بيعرف أنه ردة الفعل حتكون أيضا واسعة، ورح ندخل باحتمالات غير محسوبة وغير محسومة، والغطاء الأمريكي غير متوافر لهالدرجة 100% للدخول بهالأمر. بس هل الإسرائيلي يحتاج إلى غطاء أمريكي حتى بهالوقت الضائع أمريكيا؟ أنا خليني بس انتقل على الـ AUH مع ريبيكا. مع ريبيكا تفضلي عم بيقولوا لي نعم. عندك شيء ضروري؟ نعم جورج بتقولي تفضلي. نعم صحيح. نعم جورج، يعني مثل ما كنا عم نقول انه المستشفى هنا مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الجرحى. خلينا نقول ايضا انه اليوم قام النائب ابراهيم الموسوي بعدد من الجولات على عدد من المستشفيات التي فيها المصابين، ومن ضمنها مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت على الدراجة النارية، والان هو موجود هنا في باحة مستشفى الجامعة الامريكية. يعني شفناك اليوم عم تنقل من مستشفى لمستشفى، عم تشوف عم تعاين الأوضاع، عم تشوف المصابين. خبرنا المشهدية. يعني مشهدية صادمة ومحزنة إلى أقصى حد. عم تحكي هلأ المصاب مصاب، بحس هو بالألم بداخله، وبيعرف أنه هو مندور لهذا النوع من الأمور، أنه ولكن عندما ترى العائلات الشيء اللي صار، أنه في عائلات بأكملها كمان تدفقت إلى المستشفيات. وهون خليني اغتنم هالفرصة عبر شاشتكم الكريمة ووجه نداء أنه قد ما فيهم يخففوا، يجي شخص واحد يطمن ويطمن الآخرين، لأنه هذا عم يعمل إرباك على مستوى الاختضاز اللي عم يحصل بالباحات، أو حتى بصير في احتكاكات، لأنه كمان الناس بالمستشفيات بدهم ينظموا الأمور بطريقة تانية، ما عم يقدروا يستعملوا المصاعد، ما عم يقدروا يفوتوا على داخل الغرف وغيره، كل حدا بده يطمن، ينبعت شخص واحد ويطمن، أو حتى هذا بيسهل مهمة إنقاذ ومعالجة هودي المرضى. المشهد بيعبر عن جريمة متكاملة الأوصاف والأركان قام فيها العدو الصهيوني. اليوم إذا بتروح بتبني على المستشفيات، في طفل استشهد بمستشفى رزق عمره 10 سنين، في طفلة بسرعين عمرها 9 سنين، في عائلات مدنية، في كثير منهم مدنيين. هذا البيجر ليس وسيلة عسكرية، ليس كل من يمتلكه أو يحمله هو عسكري بالضرورة، وبيكون بالإسعاف الصحي، بيكون بالطواقم الطبية، بيكون دكتور، بيكون ممرض. فبالتالي نحن أمام اعتداء. كنا عم نحكي عن إجرام العدو ضد الصحفيين، إنه بدون يمنعوا، اليوم الإجرام ضد الطواقم الطبية، ضد المستشفيات. هذا العدو لم يبقي شيئا لم ينتهكه ولم يخترقه، لا قانون إنساني ولا قانون دولي ولا قانون أخلاقي، لم يعد هناك أي حرمة لأي شيء أبدا. وبالتالي اليوم نتطلع بالمجتمع الدولي، بالأمم المتحدة، بمجلس الأمن، بحكومات العالم الغربي المتحضرة اللي بتحكينا بحقوق الإنسان، هل هناك ثقة بهذه أبدا؟ انتهى الموضوع. عندما تحكينا عن الغرب وعن هاي المؤسسة الدولية، هاي مؤسسات شغلتها فقط أنها تخدم أغراض إلى علاقة بسياسات هذه الدول، لأنه نحن مش من الناس، لا يعتبرون من الناس، نحن القيم، نحن الأغيار. هذه ثقافة وعقيدة حتى الحكومات الغربية ما اقتنعتها، ولو ما اقتنعتها، ولو كان غير هيك خلي يمارسوا إداني لإسرائيل، خلي يمارسوا عقوبات على إسرائيل، خلي يوقفوا دعمها بالسياسي وبالفيتو، وخلي يوقفوا دعمها بالأسلحة. اليوم سألتيني عن المشهدية، مشهدية صادمة وحزينة جدا جدا جدا. عم تحكي أنت عن أطراف مقطعة، عم تحكي عن عيون كمان أصيبوا فيها معظم الناس، يا عيون يا أما أطراف، في جراح بالغة جدا. هذا بيتطلب أنه نحن على مستوى لبنان نتضامن كشعب وكحكومة، نرفع صوت لمجلس الأمن والأمم المتحدة، نطالب هاي الحكومات أنه تدين هذا العمل، ولازم كمان يكون عندنا ردنا. اليوم هذا اختراق لكل الحرمات وكل الخطوط الحمر. طبعا هاي المقاومة اللي عم تقاتل هذه الحرب سجال، ما بتشتغل بعاطفة وبانفعال. بنحزن، بنختزن هذا الحزن، نتأمل وبعقل بارد نرد بما يفيد في ترسيخ معادلات قوتنا وتضحيات شهدائنا الذين سبقوا والإنجازات اللي عملناها، وبما يخدم أيضا تثبيت الردع للمستقبل.
شكرا سعادتك. اذا جورج يعني هيدي هي المشهديه، مثل ما قلنا هذا المستشفى لم يعد يستوعب المصابين، يعني توجه فرق الاسعاف وسيارات الاسعاف الى مستشفيات اخرى، ووصلت هنا نسبه او اعداد المصابين الى قرابه 300 مصاب، غرف العمليات ممتلئه بشكل كامل. اذا هذه شكراً كانت المشهديه من هنا من امام مستشفى الجامعه الامريكيه في بيروت. عوده لك. شكرا لك ريبيكا. بالعودة لضيوفي الأستاذ ظافر ناصر والأستاذ حسن الدور. أستاذ ظافر، بعرف أنك أنت عندك ارتباطات وأنا بدي أشكرك على تلبيتك الدعوة، وأنت قدرنا بعد حوالي الخمس دقائق أو السبع دقائق. بس بدي أوضح شغلة، كنا عم نناقش أنه الاحتمالات الموجودة أنه حرب واسعة ومفتوحة أو العملية اللي صارت هيدا إطارة. هلأ كنا عم نحكي خلال الوقت كانت ريبيكا معنا على الهواء أنه لا، الحرب الواسعة والمفتوحة إلا عدة أشكال، يعني خلينا بس نوضح هاي الفكرة. تفضل. نحن بذهننا الحرب المفتوحة بتشبه أو مسألة الاجتياح البري أو حرب 2006، هيك بذهننا معتبرين الحرب المفتوحة. يمكن المصطلحات قد يختلف عليها، بس نحن اللي عايشينه اليوم هو حرب مفتوحة. يعني هذه من أطول الحروب، عم نحكي صرنا 10 أشهر تقريبا، ما يقارب ال 11 شهر تقريبا، وبأساليب بأساليب جديدة. هذا اللي بقصده عن أنه نحن في حرب. نعم، خليني أسمع توضيح الأستاذ حسن. تفضل. لا، أنه هي المصطلحات مثل ما تفضل، أنه الحرب مفتوحة بالزمن أكيد لا أفق لهذه الحرب واضح، ولكن لما نقول حرب مفتوحة أو حرب شاملة، يعني هي الحرب اللي يستخدم فيها كل فريق كل ما لديه من أسلحة من أجل كسر الآخر. يعني أن تصل الصواريخ حزب الله إلى كل مساحة فلسطين المحتلة بغوش دان وبتل أبيب، وأنت أيضا إسرائيل تشن هذه الحرب بكل ما لديها من قوة من أجل الضغط وفرض شروطها. هذا المقصود بالحرب المفتوحة. نحن حرب مفتوحة بالزمن حتما، غير واضحة المعالم أو ما في أفق زمني واضح إلى أقرب الانتخابات الأمريكية إذا تمت هدنة أيضا وليست نهاية حرب. كنت بنوضح شيء بأنه لماذا نستبعد أن تذهب إسرائيل إلى حرب بين الهلالين، مش هنقول شاملة أو مفتوحة أو بدون سقوف أو بدون أسقف وبدون ضوابط، لأنه إسرائيل اليوم قدرتها الاستخباراتية وقدرتها التقنية والتكنولوجية متفوقة بأشواط عن المقاومة، وبالتالي الحرب بهذه الطريقة قد تكون لمصلحتها أكثر. إذا دخلت بريا دخلت إلى ملعب المقاومة، دخلت إلى مستنقع، نعم، إلى ملعب المقاومة وملعب حزب الله الذي ينتظر المواجهة المباشرة لينقض عليها. على الأرض تضعف التكنولوجيا، بصير المساحة الأوسع للمقاتلين للمواجهات المباشرة بناء عليه. ولأنه الأمريكي مثل ما قلنا بالبداية لا يريد هذه الحرب المفتوحة لأنه ستجر إلى حرب إقليمية، مش وقتها بالنسبة لأمريكا بوجود الحرب في أوكرانيا وكل هذا النزيف الأوروبي هناك وفي خطر. ترامب عم بيقول أن تذهب إلى حرب نووية وحرب عالمية، التركيز الأساسي الأمريكي في أوكرانيا، وبالتالي ليست مستعدة ولا ترغب بفتح جبهة على مساحة الشرق الأوسط. لهذه الاعتبارات، نعم، الحرب مش أقول البدون سقوف والمفتوحة ليس فقط بالزمن وبالجغرافيا وبنوعية الأسلحة مستبعدة، وأن تبقى الأمور ضربات نوعية من هذا النوع هي المرجحة أكثر. نعم. أستاذ ظافر ناصر، قبل ما أختم معك، يعني يومياتنا أو عناويننا السياسية كلها تتراجع أمام وقع الحرب ووقع الميدان ووقع ما يفعله العدو الإسرائيلي. بهالإطار هذا أنتم كحزب عندكم موقفكم المعروف من الملفات، عندكم موقفكم المعروف من الدعوة إلى الحوار، عندكم موقفكم المعروف من موضوع الحكومة وعملها وإلى ما هنالك. طيب، بهالأثناء إلى أي مدى عنا القدرة على الصمود سياسيا ومؤسساتيا واجتماعيا لنقول واقتصاديا؟ كيف تتعاملوا مع هالنقطة بالتحديد؟ لا شك أنه الوضع صعب، ما بدوش يعني اثنين يقيموا بأنه الواقع صعب على كل المستويات. يعني مؤسسات الدولة كرمالها عم بتترهل أكتر وأكتر، الواقع الاقتصادي والاجتماعي على الناس كرماله عم يصعب بطبيعة الحال. الحل هو بإرادة داخلية، بإرادة داخلية مثل ما عبر الرئيس ولي جملات بشكل بس واضح. بس إنه الإرادة الداخلية غير متوفرة، غير موجودة، يعني غير متوفرة. المسلك لهذا الأمر هو يعني نحن نظرتنا له، رؤيتنا له،
إذا بدنا نحاول أن نفصل قدر الإمكان ما بين الواقع الداخلي والحرب اللي عم تحصل، بأنه نروح إلى الحوار فيما بيننا، خصوصا أنه الرئيس بري حدد سقف زمني لهذا الحوار وبشكل واضح وعلني قال أذهب لجلسات لانتخابات رئاسة جمهورية، واللي بينجح واللي بيفوز بيفوز واللي بيسقط بيسقط بهاي الانتخابات بعملية ديمقراطية داخل مجلس النواب. طيب يعني أقله ما بدأ المسألة هالقد تعقيد، ما حدا عم بيقول انه الحوار هو شرط بالدستور يعني، ولكن بالعملية السياسية بواقع معقد مثل الواقع اللبناني بالتناقضات الحاصلة بالتركيب القومي يصبح لا. الحوار يعني ليش لا. وسيلة من وسائل معالجة أزماتنا السياسية. طيب إذا عم نحكي نحن بأنه محتاجين لمعالجة ملفاتنا الداخلية على كل المستويات، كيف ممكن هيدي تتم إذا فيش رئيس جمهورية، إذا فيش حكومة، إذا فيش حكومة، إذا فيش بنود إصلاحية حقيقية هاي الحكومة إجت ونفذتها؟ طيب هل يعقل أنا إذا عم بقول هذا مسلك واقعي وعملي واضح وشفاف بأنه نروح على بعد الحوار على انتخابات، لما أنا برفض هذا الحوار، طب ما أنا كمان عم ساهم بتعطيل انتخاب الرئيس بمسألة مش مسألة تقيد هيك بعناوين دستورية أو قانونية أو بعدين ما بعض القوى السياسية اللي عم تدعي بأنه هي ضد فكرة التعطيل، ما هي بلحظة من اللحظات تسلحت فيها مش بس عم تكون شريكة، تسلحت فيها وقالت أنه أنا بلحظة من اللحظات ممكن أعطل إذا كانت الأمور مش ماشي كما مثل ما أنا بشوف. فبالتالي لا، صار بدأ طريقة تفكير مختلفة من بعض الأطراف السياسية، وخلينا بعد هالحوار نروح على مجلس النواب وننتخب بشكل طبيعي. إذا نحن واثقين بأنه نملك الأكثرية بمجلس النواب لا يجي رئيس جمهورية، بالعكس أنا بحط شرط الحوار لروح على انتخابات، مش بقول ما بدي روح على الحوار، وأنا ساعتها بقول لمن يضع هذا العنوان عنوان الحوار أنه أنا طالما الخطوة التالية للحوار هي انتخابات بمجلس النواب أكيد أنا بوافق روح على الحوار، لأنه غير هيك بكون أنا عم ساهم بتأخير انتخاب الرئيس. أنا بدي أشكرك أمين السر العام في الحزب التقدم الإشتراكي ظافر ناصر على إطلالتك الليلي معنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا أستاذ حسن الدر، رح تبقى حضرتك معنا لآخر الحلقة. رح ناخد فاصل إعلاني، بعد هذا الفاصل بنتابع معك عن موضوع التحرك الرسمي، عن الاتصالات الداخلية والخارجية مع الدول المعنية، هذه كلها كيف يعني وين بتنصرف، عن الخيارات المتاحة أمام حزب الله بالمرحلة المقبلة، وعن انعكاس ما يحدث على الملفات الداخلية البسيطة يلي بحاجة أنه المواطن يعول عليها أو يعالجها حتى يستمر بحياته اليومية، مباشرة بعد هذا الفاصل. ونتابع هذه الحلقة أستاذ حسن الدر، لما بيقول الرئيس بري أنه ما حدث هو جريمة حرب موصوفة، وقال أنه العالم بأسره مدعو إلى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلية. الرئيس مئاتي بيعمل سلسلة اتصالات داخلية وخارجية مع الدول المعنية والأمم المتحدة وإلى آخره. طيب هيدا كله كيف بده ينصرف مع عدو ما عم يعني ما عنده خطوط حمر يعني؟ هكل اللزوم يعني هيدا الحكي مثل ما بيقولوا كأنه واجب يعني أو شو؟ لا، بالآخر توصيف الجريمة واجب، نعم واجب وطني لكل العالم يرى ويسمع وينتبه إلى ما تقوم به إسرائيل لخرق كل القواعد وكل القيم وكل الأخلاق وكل المبادئ. مثل ما قلنا بالبداية إن إسرائيل لا تحتاج إلى من يعرف عن إجرامها، هي بتعرف عن نفسها بنفسها. ولكن أنا اللي بقول بالمؤسسات الدولية بهذا النظام العالمي المركب هو اللي خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي أو الأمريكي، واللي من ضمنه المشروع الصهيوني، ولن يجدي شيء لا قرارات أمم المتحدة وشايفين غزة يعني خير دليل قدامنا غزة، ما يحصل هذه الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهر حصل له سنة، لم يستطع العالم أن يحرك ساكنا وأن يفرض. ومستوى النفاق الذي يمارسه الأمريكيون والغربيون بشكل عام أنه بيطلعوا بيعملوا تصريحات وبدن يوقفوا الحرب وبدن وبدن، بنفس اللحظة بيزودوا إسرائيل أو الجسر الجوي لم ينقطع والجسر البحري أيضا بالأسلحة والقنابل وكل الغطاء والدعم. محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لم تجرؤ إلى اليوم أن تصدر حكم النهائي بنتنياهو جالنت خوفا من العقوبات الأمريكية. فإذا هذه العدو الإسرائيلي تعودنا وتعلمنا معه أنه لا يجدي إلا القوة،
ولا ينفع معه إلا القوة. وهذه دعوة بمحبة لكل اللبنانيين السياسيين اللي بيطلعوا على هذا بهذا الاستوديو بغيره، سياسيين وإعلاميين لبنانيين، اللي بيقول لك إنه اللي بيحمي لبنان الشرعية الدولية والقرارات الدولية، إنه كفى إنه تضحكوا على حالكم وتضحكوا على جمهوركم وتضحكوا على اللبنانيين. هذا العدو تجربة العالم العربي والإسلامي وتجربة لبنان مع هذا العدو، وهذه التجربة قدامنا أستاذ جورج. ما الذي يمنع إسرائيل من أن تستبيح كل شيء في لبنان؟ الذي يمنعها هي حسابها وخوفها من أن المقاومة في لبنان قادرة على أن تتعامل مع إسرائيل بالمثل. وهذا بنرجع اللي كنا عم نوضحه قبل شوي، ما لا تريده إسرائيل أو ما لا ليست مستعدة له، أنه أن تذهب إلى حرب بدون سقوف، وبالتالي تصبح مدنة ومدنيين وعسكريين وكل ما لديها عرضة لهذه الضربات بطريقة ما بيقدر الإسرائيلي أن يتحمل ذلك. هلا بيجي واحد بيقول لك طب ما هي تحملت 11 شهر حرب بغزة، صح، ولكن غزة عملت حرب يوم واحد، يوم 27، باقي السنة إلا شيء اللي عم نشوفه هو ما في قتال، في قتل، في آلة قتل إسرائيلية مدعومة أمريكيا وغربية. بعدين معلش يعني بالمفهوم الحربي ما فيك تقارن غزة بالجبهة الجنوبية، واضح، لأنه الجبهة الجنوبية مفتوح خطة من الجنوب على إيران يعني، بس غزة غير يعني، في بعض غزة محاصرة يعني. بعض الجمهور أيضا وبعض يعني اللي شغلتهم وعملتهم اليوم التبخيس والتنمر والسخرية، هودي يعني هودي موظفين عند الإسرائيليين بطريقة أو بأخرى، وأحيانا منهم بالمباشرة. خليني بس شوف مع ريف. تفضل يا ريف. اللي بدي يقوله في حضرتك عم تقول اعتداء إرهابي، تصور أنه كلمة قليلة، يعني في جرائم حرب في جرائم إرهاب، أما هذه الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية. يعني لما بيقدر شخص أو كيان بكبسة زر يقتل ويجرح آلاف الأشخاص بثانية، هاي جرائم ضد الإنسانية. ومن هون الشكاوى أمام الأمم المتحدة أو غيرها منا كافية. مفروض الحكومة اللبنانية يكون لها موقف في محاكم مختصة بهذا الموضوع. يعني إذا مقاتل على الأرض استشهد أو انصاب هو بحرب، أما آلاف الناس تنجرح، وخاصة أنه حسب الجو اللي عم بعرفه هلأ ما بيتعدوا 100-200 اللي هني ممكن يكونوا ميدانيين، أما الآلاف هني من الناس المدنيين. هاي جريمة ضد الإنسانية. وبرجع بأكد أنه في موقف للحكومة اللبنانية ضروري يتاخذ بالساعات اللي جاي أمام المراجع المختصة والمحاكم الجنائية المختصة، لأنه هذا الشيء ما لازم يمرق مثل ما مرق. شكراً دكتور رئيس. يعني إذا جورج استمعنا إلى كلمة دولة الرئيس الياس المر بعد حضوره إلى منطقة برج البراجنة لتقديم واجب العزاء أيضا في هذه المناسبة. سوف أمر سريعا على ما صدر مؤخرا عن وزارة الصحة العامة قبل قليل، وحيث نفت هذه الوزارة وفي آخر بياناتها ما يتم تنقله أو ما نسب إليها عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 4000 وعدد الشهداء إلى 11 شهيد، وهي نفت هذا الخبر على أن تصدر بحسب مصادر الجديد أن تصدر الأرقام الحقيقية والرسمية والنهائية بعد قليل، وربما بعد نصف ساعة تقريبا من الوقت. ولكن حتى هذه اللحظة نحن لازلنا في محيط 2800 جريح وتسعة شهداء استشهدوا جراء هذا العدوان الإسرائيلي الذي حصل في وقت سريع جدا وعلى مختلف الأراضي اللبنانية. في هذه الأثناء لا تزال الشخصيات متواجدة هنا في برج البراجنة لتقديم واجب العزاء، لا يزال نواب حزب الله يتقبلون التعازي، ولا
لا يزال وتزال الشخصيات السياسية تحضر إلى هنا في هذه الأثناء. بالفعل يعني هذه الساعات كانت ساعات صعبة على كل الأراضي اللبنانية. بدقائق قليلة تمكن العدو الإسرائيلي من جرح أكثر من 2800 لبناني على الأراضي اللبنانية، وهذه الجراح أتت قوية جدا، تسببت بكتر أطراف الكثير ممن أصيبوا اليوم، إضافة إلى إصابات قوية جدا وهي النسبة الأكبر في العيون. بطبيعة الحال يعني يتوقع أن بعد قليل أن تتوقف أو يتوقف حضور الشخصيات السياسية على منطقة برج البراجني على أن يستأنف تقبل التعازي بدءا من ساعات الصباح الأولى، حيث تقام في ساعات بعد الظهر وفي مجمع الحوراء زينب في روضة الشهيدين مراسم تشييع 5 شهداء ممن قضوا اليوم نتيجة العدوان الإسرائيلي. جورج، شكرا لك يا ريف. أستاذ حسن، قبل ما تابع معك يعني في معنا مباشرة عبر تطبيق زوم الخبير في الاتصالات وفي الأمن السيبراني الأستاذ زكي كريم. مساء الخير أستاذ كريم. مساء الخير جورج لك ولضيوفك ومن أعز الشهداء أهالي الشهداء، وإن شاء الله نتمنى الشفاء العاجل للجرحى بإذن الله. أستاذ كريم، من وجهة النظر التقنية كيف يمكن تفسير أو وصف ما حدث اليوم؟ يعني هناك عدة نظريات، هناك عدة احتمالات، ما هو الاحتمال الأرجح؟ ما هي النظرية الأقرب إلى المنطق فيما حدث؟ طيب أنا حأحكي عن 3 أشياء عشان نبسط الموضوع لكل المشاهدين. أول شيء نحن لما نحكي موضوع الأمن السيبراني المتعلق بالطاقة بحد ذاته اللي هو بيسموه الأمن الصناعي، الأمن السيبراني الصناعي، هاي الطاقة يلي هي بحاجة أنت لتعمل عليها تحكم، لازم تكون على قدر معين لا تؤدي إلى أذى معين. يعني بكل بساطة إذا نحن عم نقول أنينة غاز مليانة غير أنينة غاز فاضية، فلما نحكي نحن عن نظام البيجر، البيجر البطارية تبعه لا تتعدى 600 إلى 800 ميلي أمبير، يعني عم نحكي على 1/5 أو 1/8 من بطارية الموبايل نفسه. للأسف أنا شفت الأضرار الناتجة عن هذا الموضوع، وبستبعد جدا أن تكون مجرد انفجار بطارية بهذا الحجم الصغير جدا. فهي هي النقطة. شو بده يكون يعني إذا مش انفجار بطارية شو بده يكون؟ هلا أنا بعطيك من وجهة نظر تقنية أنه الحجم هاي البطارية وانفجار هذا الحجم من هالبطارية، خصوصا أني أنا شاهدت أحيانا خلال يعني تفكيك موبايل ولا هالأمور هيدي ممكن أنها تحمل بطارية وتشتعل وهيدا، وأنا بعت لكم فيديو عن اشتعال بطارية موبايل تقريبا بساعة 4000 والزلمة كان قادر يكمشها ويزتها بعيد وما بتسبب الأضرار اللي شفناها للأسف. فهيدي أول نقطة. النقطة الثانية خلينا نحكي على نظام البيجر بحد ذاته. نظام البيجر هو نظام بسيط متلقي فقط، يعني يتلقى الإشارة مثل الراديو ولا يبث، يعني ولا بقلبه تطبيقات ممكن أنه الواحد يخلي هالتطبيقات تحمل بطارية وتخلي البطارية تنفجر، أو أنه مثلا أنا أعمل له مثل يعني ابعث له رسائل كتير وتصير يحمى ويحمل بطارية. هذا سيناريو مستبعد جدا. ومعظم الأنظمة البيجر منا مشفرة، في منا مشفرة الأخيرة ولكن معظمها منا مشفرة، فممكن أي حدا يدخل على التردد ويبعث رسائل، ولكن مهما بعت عدد من الرسائل أو من الترددات لا يمكن أنه هالشيء يؤدي إلى أنه يحمل بطارية أو يشغل تطبيق. بس هو أستاذ زكي، يعني معظم يلي انفجر فيهم البيجر تلقوا رسائل عليه، يعني حسب ما شفنا الفيديوهات يعني اللي مسجلة جيد، مجرد ما انه تلقوا الرسائل انفجر. هذا شو تفسير؟ فنحن هلا هذا التفسير جايك فيه. نحن حكينا عن نقطتين، حجم البطاريه نفسها اذا مش ملعوب فيها يعني هذا وعم نشوفهم قدام.
حجم البطارية نفسها صغير، وثاني شيء قلنا عن نظام البيجر انه ممكن حدا يخترقه ويبعث رسالة على الموجة نفسها، منه الامر الصعب، ونحن حجم ما نضخم حجم العدو، ما بيحتاج لتقنية عالية جدا لاختراق الموجات وكل هالكلام هذا، لا منه هالقد يعني خطير اختراق موجات البيجر. النقطة الثالثة، كيف تم التحكم او كيف تم إطلاق الشرارة؟ هون في عدة طرق. هلأ الطريقة الأسهل هي استبدال البطارية ببطارية فيها مواد ممكن تكون أدت لهالكارثة هيدي، وهذا الأمر السهل والذي لا يحتاج أبدا لتدخل من الشركة الصانعة، مجرد فك البطارية تبع البيجر واستبدالها ببطارية تانية وتشتغل على التايمر. ايه بس كيف بدها تصير بهالحاله هيدي؟ كيف ممكن تصير؟ الاحتمال الثاني انه يكون في استبدال للبطاريه وتعديل بسيط بالبرمجيه، مجرد وصول رساله بتكست معين يؤدي الى تحكم بالبطاريه المعدله اصلا. بس كيف بدها تتعدل البطارية؟ يعني الحزب أكيد بيكون عامل كشف على هالأجهزة يلي عم يستعملها عناصره، مين بده يعدل بالبطارية وكيف بدها تجي معدلة؟ هلا ممكن تجي نفس الشكل وبتشتغل كبطارية وكل شيء، ممكن أنه تكون تحتوي على يعني أنا مني خبير متفجرات ولكن خبير تقني. إيه بس أول يعني أول ما يوصل هالجهاز أستاذ زكي، أول ما يوصل هالجهاز يعني كيف ممكن ينعمل هيدا الخرق بلا ما ينكمش من قبل الأجهزة الأمنية بالحزب؟ يعني هيدا جهاز أمني، أنا عم بعطيك هيدا سؤال أمني، أنا عم بعطيك الاحتمالات التقنية. يعني عملية إطلاق الشرارة لتفجير البطارية المعدلة ممكن يكون عن طريق التايمر، ممكن يكون عن طريق إرسال رسالة فيها شفرة معينة تؤدي لهذا الإطلاق. يعني حتى ما كتير نضيع الناس، انطلاقا من خبرتك الاحتمال الأرجح شو هو نسبة للي صار اليوم هيك بشكل مباشر وبسيط؟ أنا أعتقد أنه البطارية منا بطارية عادية. أنت بتعتقد إنه صار في تلاعب بالبطارية من المنشأ، يعني من مطرح ما أجوا هالأجهزة أو على الطريق. أها طيب، هوني مع الأخذ بعين الاعتبار إنه أنا سألتك إنه كيف ممكن ينعمل هيدا الشيء بدون ما ينكشف، لأنه بنعرف إنه هيدي شغلة دقيقة إذا عم بيستعملوها عناصر أمنية وعناصر مقاتلة وعناصر بصفوف الحزب، يعني مش معقول يسلمون شيء بدون ما يكشفوا عليه. مزبوط، وهل يمكن أن يتم الكشف بدون ما ينكشف إذا صار فيه هيك تعديل أو هيك تلاعب؟ هيدا علامة استفهام متروكة للأجهزة الأمنية طبعا. صحيح، أنا وأنت فيك بنفسك يعني تعمل يعني اختبار على بطارية صغيرة بهذا الحجم، حتى ممكن تحرقها حرق وتشوف لأي مدى ممكن تسبب ضرر، يعني أكيد مش هالضرر الكبير اللي شفناه للأسف. هلا مش رح أعمل هيك اختبارات أنا يعني. ماشي الحال، بدي أشكرك أستاذ زكي كريم الخبير في الاتصالات وفي الأمن السيبراني على إطلالتك الليلي. بالعودة لك أستاذ حسن، بعدين إلى أين؟ يعني إذا بدي استعير عبارة الأستاذ وليد جنبلاط الشهيرة، إلى أين ميدانيا بالبداية، ثم بعد الفاصل الإعلاني منقول إلى أين سياسيا ميدانيا؟ حتما هالسؤال كتير صعب الإجابة عنه. حتما حزب الله اليوم قاعد عم بيقيم وعم يعمل دراسة وقراءة وتقييم للوضع الميداني، الوضع السياسي، الوضع العام. منه مسألة الحرب منه مسألة معابطة، يعني في مصير بلد، في مصير مقاومة، في مصير تراكم عمره عقود، كله على المحك اليوم. العالم كله اليوم، العالم الغربي تحديدا، يعتبر أنه هذه معركته، إسرائيل في الواجهة في المقدمة وهم في الخلفية لدعمه، كل بطريقته، شيء بالسلاح، شيء بالسياسة، شيء بالمال، شيء بالمواقف وما إلى ذلك. ما نستطيع أن نقوله، نثق بحكمة هذه المقاومة ونثق بقوة هذه المقاومة، والقوي عادة يكون حكيم، والقوي والشجاع كما يقول الإمام عليه السلام من غلب عقله هواه. فنثق بهذه المقاومة، ما تقرر هذه المقاومة
تستطيع أن تتحمل وأن تصبر وأن تحتوي هذه الضربة، هذا تقدره المقاومة، هي التي عندما يصبح الخلاصة هذه عن جماعة ما حدا يجرؤ إلا إذا عنده مشكلة خلل إنه يقول شو ممكن تعمل المقاومة. أنا أستطيع أن أقول عندما تصبح في الميزان عدم الرد مؤذي أكثر من الرد فإن المقاومة يعني حتما سترد، ولكن أن ترد بمعنى أن نذهب إلى كسر كل القواعد من قبل المقاومة. هذه المسألة تزان بميزان دقيق جدا، برجع بقول له علاقة مش له علاقة ببلد، له علاقة بشعب، يعني له علاقة يعني أنت اختصرت القصة إنه الحكمة والقوة، يعني نعم. قلت أنت أنه القوة يعترف بها العدو، هناك عامل القوة وهناك أيضا عامل الحكمة، وهود العاملين يتحكمان في طبيعة الرد أو الموقف أو التصرف المقبل. في مقالين تسمح لي هون للتأكيد فكرتي، أي. مقالين مهمين مرة استشرت فيهم اعتقد هون، بيقول إسرائيل يعني إسرائيل تقوم بكل هذا الإجرام لشعورها بالضعف لتعويض ما حصل بسبعة تشرين. القوي هو الذي يستطيع أن يصبر ويتحكم وأن يدير المعركة بعقل بارد وأعصاب هادئة. نعم. فنعم المسألة هنا إذا كان عدم الذهاب المقاومة إلى حرب كبيرة مفتوحة بدون أسقف بلحظة معينة، إذا الذهاب إلى هذا الحرب بلحظة معينة أجدى من الصبر والاحتواء، المقاومة لن تتردد بالذهاب إلى ذلك المكان. وإذا كان العكس هو الصحيح فتحتوي وتصبر وتدير. بعد الفاصل الإعلاني أختم مع الأستاذ حسن الدر بالنسبة لتأثير الميدان وتأثير الحرب على سائر الملفات اللي أصلا هي معطلة. بعد الفاصل أستاذ حسن الدر، بالدقائق الأخيرة من هذا الحوار بدي أسأل عن الملفات الداخلية. صحيح اليوم أنه حلقة خاصة عن الذي حدث، صحيح اليوم أنه الكلام الوحيد الذي يقال هو بناء على اللي حدث اليوم، هذا التطور الخطر والغير مسبوق بالنسبة للمعركة مع العدو الإسرائيلي، ولكن بالمقابل في ملفات داخلية، في استحقاقات داخلية دايما عم نحكي عنها، دايما ناطرينا ودايما منتظرة. هل تتعقد أكثر فأكثر الحلول، أو هل تتعقد أكثر فأكثر هذه الملفات؟ بكل صراحة وبكل شفافية، ما يحصل خصوصا من اللي حصل اليوم هو محك لكل لبناني أن يثبت وطنيته بهذا الظرف الاستثنائي. نحن أمام حقيقة مش مسألة حرب، يعني جولة صغيرة بحرب طويلة، هذه حرب قد تغير خرائط في المنطقة. نحن كلبنانيين نعم نحن بجزء من حياتنا السياسية مكشوفين، نحن دولة بلا رأس ودولة بلا حكومة فاعلة. ما الذي يمنع بظرف طبيعي أقل من كل هذه التعقيدات إن كانت داخلية أو إقليمية، بظرف ما في حرب بهذه الشراسة وبهذه الخطورة، الحوار مدعاة للرفض؟ حدا بيرفض حوار؟ حدا بيرفض انه شريك لك في لبنان يدعوك الى الحوار، الى التشاور، الى التفاهم، الى الاخذ والرد؟ نعم اليوم على مثل ما قلتوا عن الدكتور جعجع واللي حياه الاستاذ وليد جلاط، نعم ان يكمل بهذا الخطاب، وسمعنا خطابه بالذكرى شهداء سمعنا هذا الخطاب، ونأمل أنه يترجم هذا الخطاب أيضا على كل كوادر وعناصر ونواب ووزراء القوات اللبنانية. خطاب من هذا النوع بيخفف الاحتقان في البلد. الشعب اللبناني أستاذ جورج في مكان مختلف عن هذا الخطاب السياسي اللي عم نسمعه. الشعب اللبناني متضامن، ما بتقدر تفصل لبناني عن لبناني آخر بعاطفته وبانتمائه. فإذا ما في أمل أن ينتخب رئيس جمهورية في لبنان بهذا العقلية الرافضة للحوار. وبنفس الوقت أكبر جريمة ترتكب اليوم هو إعادة تجربة سابقة من أكثر من 40 سنة، الرهان على متغيرات خارجية من أجل فرض وقائع داخلية. هذا لن يحصل وهذا لن يتم. نعم. وهذا مستحيل أستاذ جورج. نعم. على كل حال هذا النقاش يعني مفتوح، وأيضا بحلقات مقبلة هذا النقاش سيكون هو موجود، يعني إضافة إلى الوقائع الميدانية.
أنا بدي أشكرك أستاذ حسن الدر الكاتب السياسي على حضورك معنا اليوم بهذه الحلقة الاستثنائية. بنرجع بنتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى الذين سقطوا، وأيضا نقدم العزاء لذوي الشهداء الذين سقطوا اليوم. شكرا صوتي لصوتك، وبشكرك وبشكر الجديد وكل الفريق العامل على بالآخر فتح المجال للإضاءة على هذه المسائل. وأتمنى من كل وسائل الإعلام ترك موضوع السياسة، الخلافات الداخلية اللبنانية، والالتفات على قاعدة أنا وخي ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب، نحن أخوة، نحن لبنانيون كلنا، فعلينا أن نتضامن. شكرا لك مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة الخاصة. فاصل وبعده إلى نشرة الأخبار الأخيرة لهذا اليوم.